السلام عليكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامج كوره. ضيوفي لهذه الحلقه كل من اللاعب الدولي اللاعب سيف سلمان. اهلا وسهلا بك سيف. اهلا وسهلا بك بقناتك الكريمه. الله يسلمك في دول قلبك. الضيف الاخر ومقدم البرنامج علي سالم، اهلا وسهلا بك. حياك الله حبيبي استاذ علي. الكره بملعبك حبيبي، طلعنا هذا المحور بس حتى نشرح للمشاهدين ليش علي نجم بدا الحلقه. ايش بي سيف؟ سيف خايف من شنو؟ قلت بس لا كاميرا خفيه. سيف ليش؟ قلت لا والله ما أتش. ليش متوتر؟ لا بالعكس، فحصته وقلبت اذنه لابس اير بيس او لا؟ ضروري يعني، لا ولازم. لا والله لا. زين مسويها بيك سابقا؟ صار علي قاعد. فانت خايف تصير بيك؟ انا كل رمضان ما اطلع لقاءات. هو ما يطلع قبل رمضان بشهرين ثلاث اشهر ابد. تخاف من الكاميرا الخفيه؟ لا وهسه شنو؟ قبل فتره اتصلت فيها. ثقيت؟ قبل فترة أنت صلت بيها، هسه يلا تأكدت. إيه. صلت بيه. لا بعدني ما ثق. من قلت له؟ لا أنا ثقيت الموضوع. قلت له سيف رادينك حلقة ضيف عندنا برنامج ومدري شنو هاي، ورادوا يعني اسم ونجم، وتعرف يعني سيف سلمان اسم كبير ونجم ولاعب يعني دولي وإلى بصمة بالساحة الكروية. إيه. فقال لي علام بعيد عن الإعلام هاي الفترة. كنت خايف؟ والله رأسا قال لي علام بعيد عن الإعلام. هاي اللحظة سيف لحد هاي اللحظة أكو بعد أكو قلق؟ لا بالعكس ما اقلق لا من كاميرا ولا من مقدمين ولا من اي شيء. لا هو متمرس على هاي الاشياء يعني، هو سيف يقول لك انا اتجنب من اي بس هو يتجنب هاي الموضوع. اي واتعصب واقوم اضرب عليه. لا هو حق، هو